مرحبا، معكم توني. اليوم راح احكي بفيديو كتير سريع الفرق بين الـ M mount والـ LTM. شو الفرق بين الـ LTM والـ M mount؟ رح بلش بالـ M mount لانه كل العالم بيعرفوا الـ M mount. الـ M mount هن basically Leica lenses. Leica lenses وعندك TT Artisan 7 Artisan، عندك كتير M mount lenses. Basically هنا it's a bayonet mount. هيدي البسة R2A it's an M mount. مثل ما شايفين بتحطوا lens على الشكل و you click it تك تركب محلها. So this is M mount. موضوع كتير بسيط. شو هو LTM؟ LTM هن Leica thread mount، هن الماونت اللي كان يركب على اللايكايات القدام اللي هن بارناك لايكا، لايكا 2 و 3 وهول القدام، اللي هن شكلهم بيجي تقريبا مثل هاي، مثل الفات 2 تقريبا، هيدي كوبي عنهم، بس انه هيدا اللوك، هيدا الستايل اللي هو رينج فايندر القديم. اذا تطلعوا هون، هون عباره عن ثريد، في برغه. في لانسات مثل هول، في لايكا عندهم اولد لانسز. في عندك اندوستار، فادز، في كتير براندات، كانون. اوكي، هو عبارة عن برغة بيركب على الكاميرا مثل ما شايفين، تلقطه هيك تحطه and you turn it مثل برغة، ضلك تبرمو تيشد. اوكي، ركبت. So basically هو بيتسمى L39 او LTM. في كمان بس للتوضيح في شيء اسمه M39. M39 هن لانسز كمان ثريد ماوند وكمان نفس القياس، بس الفرق بين M39 والL39، الM هن فور SLR كاميراز، الL هن فور رينج فايندر، والفرق بيناتهم هو ال فلانش ديستنس، يعني المسافة بين اللانس والفيلم من ورا بتكون مختلفة. اكيد بطبيعة الحال الـ SLR في سبيس للمرر تطلع وتنزل، سو بيكون سبيس اكتر. يعني الـ M39 ما فيك تحطها على رينج فايندر، عرفت؟ والعكس صحيح كمان، ما فيك، فيك تركبهم بس ما بيعملوا بروبر فوكس. سو تنشيل حالنا على الـ M39 مش مهم، عم نحكي عن الـ L39. سو الـ L39 انا عندي in this case عندي a couple of lenses، واحدة منهم هن الـ Indostar 50 f2.8 3.5. عفوا، وهون عندي الكانون LTM 50 1.4، بسموها هيدي لايك جابانيز سوميلوكس، لانه مثل اللايكا بس اتس كانون. اكشلي هي انعملت قبل السوميلوكس، اتس ا جريت لانس، مميزه جدا. anyway سو الفكره منها انه هو عباره عن ثلاث بوم، بتحطها تبرمها على الشكل وبتركب وبتستعملها عادي مثل حيال لانس. هلا ريكومنديشن بس بدي اقول انه ليه انا بنصحكم اذا كان عندكم الاوبشن تجيبوا ال LTM versus ال M mount. حتى في لانسات مثلا مثل فويت لاندر نفس اللانس فيك تلاقي منها LTM وفيك تلاقي منها M mount جديد عم بيعملون، لانه في كتير كاميرات LTM فينا نحكي عنهم، يعني غير الفادز والزوركيز وكل هول اولد كانونز، كانون بي وكانون 5 وكانون 7 وفي كتير كاميرات. وحتى البسة هي بسة R2A it's an M mount، في البسة L وبسة R، اول couple of models كلهم بيجوا LTM. so نصيحتي بهالفيديو السريع انه ليه واحد to consider which one. انا برأيي دائما go with the LTM بكل بساطة، لانه ال M mount it's an M mount and you cannot change it. ما فيكم تستعملوا M mount lens على ثريد ماونت كاميرا، ما بتركب ولا شكل. بينما العكس صحيح، اذا جبتوا LTM ماونت بكل بساطه بتحطوها في ادابتر صغير بيجي على الشكل from LTM to M mount، بتحطوها هيك وركبت وصار عندي LTM lens على M mount camera وبس هيك. هذا كان بدي لكم اياه اليوم. اذا عندكم اي سؤال حطوا لي بالتعليقات. بليز تذكروا تو لايك شير اند سبسكرايب، ونشوفكم مرة جاية. تشيرز.